حابه اتكلم مع حضراتكم في الدوري والملف الخاص بالمديرين الفنيين. الحقيقه ان احنا شفنا على مدار الموسم اللي فات مديرين فنيين تغييرات كثيره جدا، مديرين فنيين مصريين اجانب، ولكن دايما بتلاقي مدير فني مستمر مع الفريق من بدايه الموسم لنهايته يا بيتغيروا، يا ممكن تلاقي اكتر من مدير فني بيتغير على نفس الفريق في الموسم الواحد. تعالوا نتكلم على المديرين الفنيين والمدربين الاجانب اللي المحتمل ان هم يكونوا متواجدين في مسابقه الدوري الموسم اللي جاي. لغايه دلوقتي وفقا لسياسه التعاقدات ما بين الانديه والاجهزه الفنيه مش معانا اكتر من 4 أو 5 مدربين اجانب في الدوري الممتاز. اولهم واكثرهم نجاحا هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، واللي حسم تمديد تعاقده مع الفريق بعد نجاح في الموسم الماضي، اتوج خلاله بكل البطولات اللي شارك فيها دوري وكاس وسوبر مصري ودوري ابطال افريقيا، وخسر فقط لقب كاس العالم للانديه، ده كان طبعا امام ريال مدريد بالخساره في الدور نصف النهائي. مارسيل كولر اصبح بيلقب من جماهير النادي الاهلي بتاجر السعاده. الحقيقه ان هو فعلا تاجر السعاده، لانه فكرهم بحقبه عظيمه جدا ورائعه كانت في العقد الاول من الالفيه الجديده مع البرتغالي مانويل جوزي اللي حقق الثلاثيه اكثر من مره مع النادي الاهلي، ابرزها في 2005 2006 لما كسب الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا. تاني المدربين الأجانب اللي بكلم حضراتكم عليهم واللي متواجدين في مسابقة الدوري الموسم المقبل هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك. بنسبة كبيرة أوسوريو مكمل مع نادي الزمالك رغم يعني أنه بيمشي على سطر ويسيب سطر، وفي الموسم اللي جاي الأمور لسه مش باينة ومش واضحة، ولكن ظهر في الدور الثاني وبعد بداية الدور الثاني بشكل يعني كبير ابتدى ان هو خلاص يفهم لعيبته طريقه اللعب الخاصه بيه باكتر من طريقه، ابتدى ان هو يتكلم مع اللعيبه، والانتقادات الشديده اللي نالت أوسوريو ابتدى ان هو يحاول يلملم اوراقه وينظمها علشان يخرج بمجموعه اللعيبه اللي معاه وبالامكانيات اللي معاه بافضل النتائج، ده بسبب تذبذب النتائج بشكل كبير جدا وسوء النتائج من بدايه الموسم مع نادي الزمالك. ولكن نادي الزمالك يمكن يكون خرج بدون المشاركة في البطولات الإفريقية، يشارك في الكونفدرالية الإفريقية فقط، ولكن لم يحقق أي نتيجة جيدة في البطولة الإفريقية الموسم ده. احتل المركز الثالث خلف النادي الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشارك أيضا في البطولة العربية، وأيضا احتل في البطولة المركز الثالث بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي، ثم خسارة أمام فريق الشباب السعودي بهدف، وأخيرا تعادل مع النصر بهدف لكل فريق. خوان كارلوس أوسوريو طلب من إدارة النادي التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة، وده قبل انطلاق البطولة العربية، لكن ما حصلش أي تعاقد لأنه الزمالك ما زال عنده أزمة في القيد. أصبح أوسوريو مطالب ان هو يضم لعيبه جدد وحدد احتياجاته من اللعيبه المطلوب ضمهم، على راسهم حارس مرمى، لاعب وسط، مهاجم صريح، ومدافع. دي طلبات أوسوريو في الموسم القادم بالنسبه لنادي الزمالك. المدرب الثالث اللي ماشي بخطى ثابته ومحقق النتائج اللي عايزها وخرج من الدوري بالشكل اللي هو عايزه، وهو بالتاكيد البرتغالي جيمي باشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز واللي تولى تدريب الفريق الموسم الماضي بعد رحيل اليوناني تاكس جونس. باشيكو سجل حضور مميز مع بيراميدز ونجح في انهاء الموسم في المركز الثاني خلف الاهلي، وضمن المشاركه في دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخه. بيراميدز مع باشيكو تطور اداؤه بشكل افضل، نجح النادي في ان هو يعمل تعاقد مع اكثر من صفقه جديده، اهمها الكونغولي طبعا مايولي هداف البطوله في الكونفدراليه الافريقيه، وكمان ضم يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر من نادي الزمالك، وحسم التعاقد رسميا مع مصطفى فتحي من فريق التعاون السعودي. يعني هو ميركاتو مميز حتى الان لبيراميدز مع مدربه باشيكو اللي اكيد عنده طموحات في المنافسة القوية في البطولات المحلية والقارية.
رابع المدربين الأجانب وهو البرتغالي برونو رامو، المدير الفني لنادي فاركو واللي تم التعاقد معاه قبل نهاية الموسم بأسابيع قليلة جدا بعد رحيل الكابتن طارق العشري. أما خامس المدربين الأجانب هو اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لنادي البنك الأهلي واللي مستمر معاهم في بداية الدور الثاني الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق للبقاء أيضا في الدوري بعد صراع كبير مع أكثر من 5 أو 6 أندية. وكان معنا سيادة اللواء أشرف نصار اللي تحدث معنا على أنه المدير الفني مستمر في القيادة الفنية بالنسبة لفريق البنك الأهلي حتى هذه اللحظات. وإدارة النادي أتمت العديد من التعاقدات أيضا مع بعض الصفقات مميزة في البنك الأهلي، أبرزهم طبعا أيمن أشرف نجم النادي الأهلي. أكيد بابا فاسيليا عنده طموحات كبيرة في الموسم المقبل في التواجد في المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية أو العربية، لأنه السكواد حقيقة عمله فريق البنك الأهلي أصبح أفضل بكتير جدا بعد ضم أيضا مدبولي من اللعيبة المميزين. وطبعا بابا فاسيليو هو اللي كان ليه الدور الأبرز والأهم برضه في اختياراته والأسماء اللي شاور عليها علشان إدارة النادي تتعاقد معهم. دور المدربين الأجانب المحتمل بشكل كبير إن هم يتواجدوا مع أنديتهم في الموسم اللي جاي، ولكن هل هيكون في مدربين أجانب ممكن نشوفهم قبل بداية الموسم، ولا كل نادي هيدخل فترة الإعداد اللي بدأت بالفعل بنفس الجهاز الفني الموجود؟